السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير صحة لاباس. اليوم إن شاء الله راح نديروا وصفة تاع كباب بروشات تركي، يعني بروشات كباب تركية. أول حاجة كيما قلنا دائما راح نستعملوا وصفة على يد كبير. هنا عندي مورسو من جيكو، واش نديروا له قطعة هادية نديكريسي واحد ما نحولوا شوية لابارتي الكبيرة تاع الشحم. الأحسن يكون عندكم موز كيما هذا رقيق باش تقدروا ديزوسي به. بسم الله نحولوا لابارتي الكبيرة، هذا كيما هذا ما فيش بزاف شحم، لازم نسحقوا شويه شحم تكون في لافيض مرحيه. كيما هذا ما فيش بزاف شحم، دوك خلاص سي بون نحيدوا الشحم اللي نقدر نحيوا له. دوكا نبداو نديزوسيو، نمشيو مع العظم دائما. بسم الله هكذا هذا العظمه الكبيره هذه نمشيو معاها، نحو كامل اللحم العظم. علاش قلت لكم موس كيما هذا رقيق؟ باسكو يقدر يدخل بين اللحم والعظم، ما يعيكمش في الخدمه. نكملوا هكذا ندوروا كامل اللحم نحيوه. درك نسحقوا من الاحسن اذا كان عندكم بيان سور اللي يحي اللحم، سينو اشوار برك يكفي. نديروا اللحم تاعنا كامل لهنا. بسم الله ما تغموش بزاف، اذا كان اشوار صغير ديروا قيسوا قيس ما يتحمل برك، باسكو حنزيدوا معاه شويه خضره. حطينا دوك اللحم كامل لهنا. واش عندي؟ عندي شويه حشيش ولا معدنوس كيما حبيتوا، الادواق تختلف هما يجوا فيها للزوج هكذا برك. عندي حبه تاع طوماطيش تما على حسب الكميه اللي درتها هنايا، نص حبه تاع بصل هكذا مع حبه طوماطيش وربع سنه تاع الثوم. توابل عندي ملح فلفل اكحل شويه تندوري وسبع بهارات، يعني التوابل تاع الشاورما، وشويه كركم وفلفل واسمه وفلفل عكري، ونزيد لها زوج مغارف كبار تاع الموطرد. إيه لا بسم الله هكذا زوج كبار، ونبداو نرحيوهم. لازم يترحاو مليحه. بسم الله هاوليك الخليط تاعنا دوكا حطيناه في ريسيبيون. واش نسحقوا؟ درت له برك شويه لا شابلير، راه كان شويه على روحه، درت له مغرفه كبيره ولا جوج مغارف كبار هذيك تاع لا شابلير. عندي الماء وحاجه باش نحطوا فيها بيان سور لي بروشيت، من الاحسن تستعملوا البروشيت اللي يكونوا هذا شويه مسطحين باش يحكم لكم فيها الكباب. ونجو نشكلوه. لاه نجيبوا بروشيت تاعنا نحكموا كميه، لازم تكون حكمه روحها، الا كانت بزاف ماشي طلقه، الا كانت بزاف طلقه روحها زيدوا لها لا شابلير وخلوها تبرد مليح في الجدار. بون بسم الله دخلوا لابروشات، ومن بعدك نحطوا كامل الكميه على حسب شحال حبيتوها، حبيتوا ديروها قصيره طويله كيما حبيتوا هكذا. ومن بعدك نبداو نضغطوا باش نحو زياده، اذا كانت بزاف معمره لابروشات باش طيب لنا نحو لها زياده. هذيك هكذا ونمشيوها. دركا هنايا نغلقوا عليها الجهه الفوقانيه كامل، نعطوا لها لافورم شابه. ومن بعد ندير يدي شويه في الماء، تمخ يدي في الماء ونبدا نغلق هكذا باش نديروا ديك لافورم تاعها. كي نحقوا لتحت نحو ديك لابارتي الزياده هكذا سي بون، هكذا راهي واجده. شويه تاع الزيت في مقله كومبلا بسم الله، ونحطهم يطيبوا. نمشيوها هكذا، لازم مقلتكم بيان سور اللي عاش قلتكم قبيله البروشيت خدموها على حسب المقله تاعكم. دونك حنا درنا على حسب المقله سوا سوا، ونحطهم يطيبوا ولا بيان سور في الشوايه احسن. دركا كباب تاعنا راهم طايبين. عندي هنا سلطوش فيها شويه بصل شرائح طوماطيش ومعدنوس، عندي اول حاجه صوص الجيريان بسم الله، والخبز السوري نديرو شويه لاصوص نمشيوها، نحطو شويه لاصالة تاعنا. ما داك نتوما ديروا لاصوص اللي حبيتو، ونحطو لي بروشات.
هكذا شويه مايونيز وراهم واجدين. إذن هذا هو طبقتنا تاع اليوم. أنا قدمته مع عصير كوكتيل من طازج بزاف بنين بارد جا سواسو مع الساندويتش. جو ندوقوها بسم الله. نغلقوها هكذا وبسم الله. بليصوص حلوة علينا. صحتكم.